مخلدة لفادي حمايو اليوم الدولي للشغل، نظمت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مسيرة راجلة جابت عددا من شوارع العاصمة، وتم اختتام هذه المسيرة بمهرجان خطابي حضره العديد من منتسبي النقابة. من ملتقى طرق مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط بدأت المسيرة التي نظمتها الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا بمناسبة فاتح مايو، لتتواصل المسيرة بعد ذلك باتجاه ملتقى طرق العيادة المجمعة ومنه إلى الساحة الواقعة قرب دار الثقافة، وقد رفعت عدة شعارات تطالب بزيادة الأجور والحوار الاجتماعي والتقاعد المكتمل والحماية الاجتماعية للعمال. مسيرة الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا اختتمت بمهرجان خطابي تحدث خلاله أمينها العام عن بعض قضايا ومشاكل العمال. نختار نقول في افتتاح هذا المهرجان، لأن هذه السنة مركزين على بعض من المطالب اللي نشوفوها أساسي، ومنهم زيادة للأجور نظرا لتدني قوة الشرائية اليوم لدى جميع العمال، وأيضا قضية الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي اللي قضايا كاملة عالقة إلى ما خلي حوار اجتماعي. طبعا هذه تبقى ما جبرت الإطار اللي الله تتحل فيه. لتتوالى بعد ذلك مداخلات ممثل العمال التي أكدت على ضرورة التحسين من ظروف العمال وتعميم التأمين الصحي والعناية بعمال الموانئ والمتقاعدين واحترام قواعد السلامة المهنية وزيادة الرواتب واعتماد الشفافية والنزاهة في الاكتتاب. كما ذكرت المداخلات بأهمية العيد الدولي للشغل بالنسبة للعمال، إذ يذكرون من خلاله بمختلف مطالبهم وطموحاتهم.